ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية رامي، ضعنا في المشهد لديك ومدى الإقبال من الجمهور على معرض هذا العام. تحياتي لك ولكل متابعينا من داخل قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية. وهذه المتابعة لاستمرار استقبال المواطنين والجمهور على فعاليات هذا المعرض، أن تجاوز عدد الحضور أكثر من 200,000 من الزوار لهذا المعرض بكافة الفعاليات، سواء الندوات أو قاعات التوقيع وحفلات توقيع الكتب، وأيضا القاعات التي بها عدد من الأجنحة الخاصة بالكتب المباعة للجمهور للاطلاع وأيضا للقراءة وللشراء. وهناك عدد كبير من الفعاليات والندوات الثقافية التي أقيمت اليوم من الكتاب وأيضا لعدد من الرؤيين حول الكثير من الموضوعات وتوقيع للعديد من الكتب. ويمكن حضرنا عدد من هذه الندوات، منها الندوة التي أقيمت في قاعة الفكر والإبداع والخاصة بكتاب إمام التفكير للدكتور محمد الباز، وتناول فيه عدد من العناصر الخاصة بالخطاب الديني وأيضا الفكر الديني المختلف. وهناك عدد أيضا من الندوات الشعرية في قاعة ديوان الشعر والقاعة الرئيسية، وأيضا هذه الدورة هناك عدد من عالم المصريات، وهو أيضا اسم والكاتب الخاص بهذه الدورة دكتور سليم حسن. هذه القاعة التي يقام فيها عدد من الفعاليات أيضا الرئيسية الخاصة بالندوات المختلفة، وهناك أيضا عدد من الفعاليات المستمرة حتى نهاية اليوم في هذه الدورة الاستثنائية من معرض القاهرة الدولي للكتاب والحضور الكبير بها. جزيل الشكر لك رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.